اللي بنعمله في سيناء من محاولة إن إحنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها هو في الآخر أمر مستحق تستحقه إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن أنا حبيت بس أقول لينا كلنا إن إحنا مش عايزين وإحنا لأن إحنا كنا بنفتكر في كل وقعة استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلص بس خلص بالتمن، تمن كبير. بنسند الرئيس ونعم الرئيس ونشكر الرئيس على اهتمام بأهل سيناء وكلام عن أهل سيناء ده بيت لقلوبنا. احنا في شمال سيناء الحمد لله يد تحارب كانت الإرهاب ويد الأخرى تبني وتعمر على أرض المحافظة. نشكره أولا أنه أنقذ مصر من ضياع، وبنقدم له كل التحية والتقدير على نظرته لإلينا وعلى اللي بيعمله لأهل شمال سيناء.